صادق هيكون عيد ميلاد الليلة أسعد الأعياد فليحيا أبو الفصاد. أستاذ شهدي أنا ديفيد كوهين السفير الإسرائيلي. مع امبريالي توسعي استيطاني مغتصب يا جمال. ده احنا ولاد عم. يلا يا فريده يلا يا سلطان يلا قدامي يلا قدامي. احنا ماشيين يا شريف، جاي معانا ولا قاعد هنا؟ لا طبعا جاي معاكم. مش انت برضو ماشي ولا انت حبات هنا؟ أكيد الكتابة معمولة عظيمة، بس الأداء مظبوط، يعني يضحك ويقنع في نفس الوقت. الله يخليكي، أنا كنت متخوف جدا من الدور ده قبل ما أعمله. ليه؟ فجأة هتتحولي كراهية الناس ليا. الناس ما بتحبش إسرائيل. فأنا السفير. فالناس كنت خايف تكرهني. وناس كتير حذروني والله. منهم محمد هنيدي حذرني، قال لي لو عملت الدور ده الناس ممكن تكرهك. فقعدت مع الاستاذ عادل، ودي على فكره من المحطات المهمه جدا، بل يمكن اهم محطه سينمائيه في حياتي.